طبعا هذا المكان هو عبارة عن هو رمز تذكاري للمحارقة اللي تعرضوا لها اليهود، أو الهولوكوست تعرضوا لها اليهود الألمان أو اليهود الأوروبيين بشكل عام في ألمانيا في الحكم النازية. شغلة كتير مهمة، هذا واحد من أهم المعالم في برلين، لكن مش المكان الوحيد اللي هو بيرمز لذكرى المحارقة اللي صارت أو الجرائم اللي كانت ضد اليهود في عهد النازية في ألمانيا. هذا الاشي او مش بعيد كتير عنا بس امتار قليلة جدا على الناحية الثانية في اثار خط برلين اللي هو كان نفس برلين الشرقية عن برلين الغربية وين احنا موجودين اليوم. هذا الخط بيحكي شغلة كتير بسيطة للي كانوا بيعيشوا في ذلك التاريخ في الثمانينات او ما قبل انهيار الجدار او ازالة الجدار. بيحكي اشي واحد انه المستحيل لا مكان له مع الإصرار والعزيمة، وإنه الممكن هو دائما حليف الإصرار أو حليف إصرار العازمين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. فمهما تغيرت الظروف ومهما تكالبت المواقف علينا، إلا إنه دائما هناك بضل في أمل إذا كنت أنت تبحث عن أمل، أو إذا أنت بدك فعلا تكون مؤمن بذلك الأمل. يعني إذا بتيجي على برلين حسب أنت كيف توصل بالقطار بالطيارة بالسيارة بأي شيء، حتى لو جيت بالسفينة أو جيت مشي أو البسكليت، بالآخر بالأماكن لازم تزورها هو محطة برلين. محطة برلين شو اللي بيميزها؟ إنه هي أحد الهبات وأحد المراكز الرئيسية للمواصلات أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، زي ما كانت برلين أيقونة الربط بين هذول المكانين سياسياً في العصور الماضية أو في العقود الماضية، إلا إنه لازالت إلى هذا اليوم تمثل برلين بمحطتها الزجاجية الرائعة جدا هاي اللي وراي بنفس الشكل. اشي تاني كمان كتير مهم، انه اذا انت بتجي على محطة برلين بتجي على هذا المكان لازم تستمتع بالمنظر، هذا منظر الماي المنظر.